سافر الخليج. خليج ايه يا ست سيدة؟ ما هو الراجل اللي كان مشغله هنا في سعادة الباشا خده معايا شغله هناك. راجل مين بقى؟ الخليج يا سعادة البي. ومين الراجل الخليجي ده؟ يعني معاكوا عنوانه وتليفوناته؟ لا سعادة الباشا احنا ما معناش لا عنوان ولا تليفون، بس عبود ابني بقى اول ما وصل اتصل وطمنا. كمان وسافر من امتى يا ست السيدة؟ من حوالي 3 ايام كده تقريبا الفجر. وما قالش هو مسافر فين في الخليج؟ لا سعادة الباشا اول مرة يسافر بره مصر البلد. ايه؟ اول مرة يسافر بره البلد. وقبل ما يسافر بقى ما شفتيش معاه ملفات اوراق؟ اوراق عبودة يعني هيعمل بيها ايه؟ دي كماليات بالنسبه له سعاده الباشا، ده من وهو صغير قد كده كان بليد جدا في الاملاء. طيب انا ماشي لما يا رحت سيدة، البيومي التكساجي اقول له انا مثلا، قال له ماشي يا تعالى امسح لي سيدة، ورقتين، قلت له انا انا ماشي همشي. مع السلامه يا سعاده الباشا. ولو اتصل بيكوا او عرفتوا اي اخبار عنه ابقوا كلموني فورا. حاضر يا بيه. السلام عليكم. عليكم السلام السلام ورحمة ورحمه الله الله وبركاته. وبركاته. رمضان خال عبوده يا حضره الضابط. خير يا حضره الضابط. اهلا يا استاذ رمضان. ما تعرفش عبودة راح فين؟ عبودة في الخليج من زمن واستقر هناك. مستقر؟ يلا منير. شفت عبودة من ساعة ما راح الخليج بقى مهم ازاي؟ حضرة الضابط بنفسه بيجي له لحد البيت. طبعا مش استقر. اتفضلي يا ست زوزو، ادي 1200 جنيه حق التحف والانتيكات. قليل قوي يا معلم دمران، ده المرحوم شاريهم باكتر من كده، وبعدين دول هيروحوا في تنكيس البيت، واللي هيفضل هوضب اوضه صلاح ابني لما يجي. ماشي يا ست زوزو، نخليهم 1400. مبسوطه؟ اللي تشوفه يا معلم. انا اخش اجيب باقي الحاجه. صباح الخير يا ست زوكا. صباح النور. مين؟ مباحث يا ست زوكا. مباحث؟ مباحث عايزة ايه؟ كنا جايين نسألك على عبودة. ماله يا حضرة الظابط؟ ده واد طيب وحنين قوي، ده عمره ما قاسى حد. انتي تعرفيه كويس يا ست زوكا؟ لا مؤاخذة يا جماعة، ست زوكا أنا لميت باقي الحاجة. السلام عليكم. مع السلامة يا معلم. هو انتي بتبيعي الأنتيكات ليه يا ست زوكا؟ الحوجة سعادة الباشا. أصلهم بيلموا عشان ينكسوا البيت بدل ما يقعوا على دماغنا. ست زوكا، انت آخر مرة شفتي عبودة فيها كانت إمتى؟ مش فاكرة سعادة البيت، هو كان بيعدي عليا يوم فيه يوم مفيش، أصله طيب وحنين قوي عليا. تعرف سعادة البيت الواد آخر مرة جاب لي معاه بسبوسة. ما شفتيش معاه آخر مرة جالك فيها أوراق ملفات حاجات كده يعني؟ هو أنا بشوف يا بيه. وما قالكيش إنه مسافر؟ هو سافر يا بيه؟ أنا بسألك. لا يا بيه، اصل لما بيسافر ولا حاجه لازم يقولي، ما بيخبيش عليا حاجه ابدا. بس برضه ممكن يكون سافر، اصل الواد عبوده ده ما تعرفلوش. هو انت عايشه لوحدك هنا يا ست زوكا؟ ايوه يا باشا، من ساعه ابني صلاح مسافر وانا لوحدي. بس خلاص صلاح هيجي، اصل امل خطيبته طمنتني عليه. هو انت تبي ام صلاح؟ ايوه يا بيه. طيب السلام عليكم. مع السلامة يا سعادة البيه. فندم. بقول لحضرتك، مش هتقولي الواد عبودة سافر فين؟ الخليج. 2 ADP plus ATP and AMP. أنا خلصت المعادلة يا معتز. معتز؟ معتز؟ أيوة يا نسا شيرين. لا أنت مش معايا خالص. لا أبدا معاكي. قولي أنت وصلت لحد فين؟ مش هقولك حاجة غير لما تقولي الأول إيه اللي شاغل بالك. أصل أنا رحت النهاردة عشان أزور العامل اللي اسمه إدريس، فاكراه؟ طبعا. مش ده اللي وديناه المستشفى بتاعت بابا؟ بالظبط، رحت لقيتهم مانعين عنه الزيارة، معرفش ليه، مع ان الدكتور كان بيطمنا على حالته. بس كده ولا تزعل نفسك، بسيطة جدا، انا هتصل لك بمدير المستشفى وهطمنك بنفسي. انا
الو، ازيك يا دكتور عمر؟ انا الحمد لله كويسه. بعد اذنك كنت عايزه اطمن على حاله العامل اللي اسمه ادريس. انا عايزه ازوره. اللي اسمه ادريس، هو انتوا مانعين عنه الزياره ليه؟ هو كويس؟ طب احنا ممكن نيجي نزوره؟ متشكره قوي يا دكتور عمر، متشكره، مع السلامه. ها قال ايه؟ بيقول انه كويس جدا، والعمال بيعملوا له زيارات كتيره قوي، ومش بس العمال، ده كمان جيرانه، وهم كمان في المستشفى بيعملوا له شويه تحاليل كده قبل ما يخرج. ولو عايز يا سيدي تروح تزوره بكره روح. طمنت شويه. طب احنا مش هنذاكر بقى ولا ايه؟ لا طبعا انا جاهز، يلا نبدا. ماشي. يا سيد، يا سيد. قصد زوك يا ابني، وجعت صوتي. خد يا حبيبي عدلي دول. دول ألف جنيه. ايوه اخويا، تاخدهم وتروح لست صاحبة البيت وتقول لها دي حصة زوكا في التنكيس. ماشي، سهلة وقتها، مش مستاهلة ست زوكا، عناية ليك. ربنا يخليك يا ابني يا رب. ما الحكومة كانت عايزاك ليه يا ست زوكا وجاتلي؟ ده كانوا بيسألوا على عبودة يا بيومي. عبودة؟ اه. ليه عمل ايه؟ سرق؟ لا يا اخوي، عبودة مش حرامي، ده عشان سافر الخليج. سافر الخليج حتة واحدة؟ ولو زهزيت معاك يا عبودة. الخليج؟ والله يا فندم ده الكلام اللي بيتقال عند الولد ده في المنطقة. لا لا، ده بيلعب لعبة كبيرة أنا مش فاهمها. شكله كده بينيم الموضوع لحد ما يظهر مرة تانية ويساومنا على الميموري كارد. صبري، أنا عايز أقابل الواد ده بنفسي. ها؟ حاضر يا باشا. عملت إيه في موضوع الصحف هي؟ والله إحنا عملنا معاه محاولة وفشلت. النهاردة هنعمل محاولة تانية. خليك في منتهى الحذر يا صبري. ما تقلقش سعادتك يا باشا. بس هو الحقيقة في موضوع أهم من موضوع الصحفي. دكتور عمرو اتصل بحضرتك عشان يبلغك ان العامل اللي تعب في المصنع واتنقل المستشفى بنت سعادتك مهتمة بيه وبتسأل عليه. بنت شيرين؟ بالظبط يا باشا. طيب انا هتصرف، اتفضل انت. اي اوامر تاني يا باشا؟ تحت امر سعادتك. ابعتي لي الاستاذ فاروق طلبة. ايوه يا فندم، حضرتك بعت لي. ايوه يا فاروق، اقعد. خير يا فندم، في مكافأة ولا حاجة؟ انت عارف رد فعل المقالة اللي انت كتبتها ايه؟ ايه يا فندم؟ 2.5 مليون جنيه في السنة. مش فاهم يا فندم، ازاي يعني؟ معقولة أرقام المبيعات ارتفعت كده عشان المقالة بتاعتي؟ شركة مدكورة أبو العز اتصلوا بيا وعايزين يعملوا إعلانات في الجورنال باتنين ونص مليون جنيه في السنة. وطبعا المفروض أن أنا أسيب الجورنال، مش كده؟ طبعا، ده اللي هم طلبوه. وحضرتك قلت لهم إيه؟ بتسألني يا فاروق؟ طبعا رفضت. متشكر يا فندم، أنا كنت واثق أن حضرتك مش هتبيع القضية. بس خلي بالك من نفسك، لأنهم أكيد مش هيسكتوا، وما تاخدهاش بهزار. أنا قلت لك يا فندم قبل كده، الأمر واحد ورب واحد. بس وصيتي ليك يا فندم، لو حصل لي حاجه تنزل صورتي في الصفحه الاولى وتحتها اسمي شهيد الواجب فاروق طلبة محمد الطبكي. اصل ابويا كان نفسه منى عينه يشوف صورتي في الصفحه الاولى. اول ما الدكتور طمني عليك وقال لي كمان ان خالي كان هنا، حسيتش بنفسي غير وانا بشتري لك الحاجات دي. ها يا صلاح، ايه رايك في ذوقي؟ متشكر قوي يا أمل. ايه؟ انت قلت ايه؟ قلت متشكر قوي؟ انا مش مصدقها بعيني. لا صدقي يا انسه، صلاح النهارده اتحسن كتير. ده انا كمان بفكر اكتب له على اجازه اسبوع حتى يغير جو المستشفى ويطمن والدته. ايه رايك يا صلاح؟